بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم نجيب محمد بن يوسف، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات. طبعا إدارة تقنية المعلومات والاتصالات من الإدارات المهمة بشركة الزوتينة. تقوم هذه الإدارة بتوفير كافة المنظومات والبرامج والأجهزة وملحقاتها لكل الإدارات. كذلك تقوم الإدارة بتوفير سبل الاتصالات بين المواقع المختلفة للشركة عن طريق مراقبة الاتصالات، كذلك توفير أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية بالحقول والمواني. طبعا هي إدارة تقنية المعلومات والاتصالات تبعها مراقبتين، مراقبة تقنية المعلومات وكذلك مراقبة الاتصالات. مراقبة تقنية المعلومات تحت هذه المراقبة خمس منسقيات، وكذلك تحت تضم مراقبة الاتصالات ثلاث منسقيات. تقريبا حيتم التوضيح من طرف المراقبين بخصوص مهام هذه المنسقيات، وأتمنى التوفيق لكم وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، وشكرا وبارك الله فيكم.